انضم لنا على تليفون الدكتور جمال شعبان، مدير معهد القلب سابقا، وطبعا يعني صديقنا العزيز واللي بناخد منه جرعه امل وجرعه كبيره من المعلومات يوميا من خلال حساباته الفيسبوكيه. اهلا بحضرتك ومساء الفل. مساء الجمال، وكل سنه وانتم طيبين، وكل عشاق الشاي عام جديد سعيد، ويا رب اعوام عديده مع اكواب شاي عديده مفيده. حضرتك بتشرب شاي؟ بشرب شاي يعني على الاقل الصبح مثلا، وممكن بعد الظهر واحده، والقهوه بقى برضو واحده او اثنين. الشاي الاحمر ده مش الشاي الاخضر؟ الشاي الاحمر بحب الشاي الاحمر. الاخضر احيانا، بس بصراحه اللي بحبه الشاي الاحمر. انا طبعا بحترم الشاي الاحمر بس ما احبوش خالص، ما بقدرش هو اشربه. النكهه دي، بصي حضرتك، ما فيش واحد زي التاني. لكن عندنا اللينجوا البطن اللي هي البراعم اللي في اللسان اللي هي مسؤوله عن التذوق، مش بيقول لك في المثل المصري ابنك على ما تربيه وجوزك على ما تعوديه؟ احنا فعلا احنا ايضا كلنا في البيت ما بنشربش شاي احمر. ايضا اللينجوا الباز دي تقدري تعلميها، تقدري تعلميها النكهه وشويه شويه لغايه ما تتعود. ايوه يعني مثلا لو عايزه اقلل الملح، في الاول يبان الاكل عادي جدا، بعد شويه لو حطوا لك شعره ملح تقول ايه ده، مش هقدر اكله. صح. بتتعود، هي بتقدري تدربيها. ايضا الحاجات اللي هي مثلا سكريه، لو تشربيها ساده في الاول، اللي هو متعود يحط 4 معالق سكر على الشاي يقول لك ايه ده انا مش قادر، لو استمر بس اسبوع بعد كده لو حطوا له نص كله معلقه تعود. سكر هي تعود. فلازم نعود براعم اللسان على الشاي الساده اللي من غير سكر، طيب. اكلت من غير لبن، الاهم منه من غير سكر. والله طبعا السكر يعني الشاي هيضيع بلبن فيه، غلط؟ مش غلط بس فايدته اقل. يا ريت لكن اهلي اللي غلط، يسمعوا، كانوا بيعذبوني. لازم اشرب شاي بلبن الصبح قبل ما اروح المدرسة ده والكلية. الواجب المدرسي ده قبل الصبح لازم بقى تقعد كنت تشرب بدلقها شاي. على طول، يعني يدوروا وشهم بدلقها على طول، ما لكن فكرش. الشاي اللي بسكر بقى ده اللي بيضر فعلا، ليه لان بقى؟ السكر ده احد السموم القاتله، ده هو ممكن يدخل الواحد في مقاومه انسولين، سكر من النوع الثاني، ويضيع الفايده بتاعت الشاي اللي هو بيمنع مقاومه الانسولين. فهو لازم يبقى نتعود ان هو يا ريت يكون بدون سكر، ولو هتاخد لبن يبقى حاجه بسيطه، لان زي ما حضرتك قلتي في المقدمه اللبن بيضيع التاثير بتاع المواد اللي هي مضاده للاكسده اللي موجوده في الشاي بغزاره. وايضا زي ما حضرتك قلتي يبقى نفوت على الاقل ساعه بعد الاكل عشان ما ينزلش الحديد ويمتصه، بعد بقى ولا وبالتالي قبل؟ ساعه بعد الاكل على الاقل عشان تشربي بعد الشاي. الاكل. اصل الناس اللي متعودين ان يحبس بالشاي هو على مائده الاكل، لا ده غلط جدا. غلط جدا زيك بالظبط. تلاقي التحليل صوره الدم والهيموجلوبين في مصر، الانيميا منتشره جدا، لان احنا في ناس عندهم الشاي ده 10 مرات في اليوم، ولازم يبقى شاي اسود مقطوع قلبه من الغليان. يعني في ناس كده في الصعيد في كوبايه كده لما تقدريش تشربي بقين اصلا، يعني بيقعدوا يغلوه 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 يعني جامد. فده بيبقى ده غلط خالص. ده بيمنع امتصاص الحديد، هو بياخد الحديد الكشري بينزل احسن بيه. حاجة. الكشري احسن، بس يعني برضه نقدر نشربه مغلي برضه مش هتضيع الفايده قوي، المهم تبقى النكهه يعني اكسبتابل. يعني حضرتك بقى قلت حاجة مهمة جدا في الأول، بشرب كوباية أو 2 في اليوم مع فنجان القهوة بس. ما هو العدد احنا مش عايزين كوبايات الشاي ثلاثة في مثلا اليوم بكتير، مهم. بين 2 لـ3، والقهوة برضو زيهم زي عشان نوصل ل 400 جرام اللي حضرتك قلت عليهم بتوع الكافيين. أمال بقى الناس هو عشاق القهوة بقى دولت اللي هم يعني ما هو برضو ثلاثة، ما هو بيصنعوا لو زاد فيروز عن يشربوا كده، الفنجان القهوة. بص حضرتك أحل لكم الطيبات، فكل هو ما هو حلال هو طيب مفيد للجسم، لكن كلوا واشربوا ولا تسرفوا، ده التخييف بقى. ما تقعديش بقى تشرب 20 كوباية شاي في اليوم. يعني أنا أذكر وأنا في الثانوية، مدرسة المتفوقين الثانوية، كان المدرس بتاع الجغرافيا بتاعي الله يرحمه الأستاذ كمال، ده كان يعني الكوباية من كوباية، يعني هو يجي مثلا في الحصة يشرب له 10 في الحصة. يعني هو اللي بيجي يجيب كوباية يقول له إيه أنت جبت التانية ولا لسه، يعني ياخد دي ويسلم دي. اي الناس كده يعني كوباية تسلم كوباية، فده إفراط ممكن يعمل الآثار الجانبية بقى ايه بتاعته. علاقة الشاي بالكوليسترول وايه علاقة الشاي بهشاشة العظام؟ الشاي بيقلل الكوليسترول الضار، لان في ماده البوليفينول، فده كويس جدا. الشاي بيعلي احيانا الاجسام اللي هي مضاده للاكسده، فبيمنع تصلب الشرايين، فممكن يكون وقايه من جلطات القلب. لذلك جمعيه القلب الاوروبيه والامريكيه مش بتسمح بالشاي، لا هي بتوصي بشرب الشاي، ودي اخبار طيبه لمحب الشاي. يعني من ضمن توصياتهم في الغذاء لازم نشرب شاي، ولازم والشاي مش نشرب ابو قهوه. فتله ده، ولازم الفرط نشرب ده. بالظبط كده الاسود او الاخضر، هم بيفضلوا الاخضر زي ما حضرتك قلتي، عارف لكن حضرتك الاسود في مش نوع وحش. شاي
ما بين الاسود والاخضر، هو مشهور جدا في الصين، اسمه اولونج تي. ده الشاي ده هو مش منتشر في مصر، بس نفسي يبقى فيه ثقافة النوع ده من الشاي في مصر تنتشر، لأنه النوع ده يعني شديد الإفادة للجسم بشدة. يعني أنا من ساعة ما بدأت أستخدم الأولونج تي ده خلاص أنا ولا بشرب شاي أخضر ولا بشرب شاي أحمر. انا بقى الاخوه اليمنيين اللي بيجوا لي العياده من اكتر من 15 سنه علموني الشاي بتاعهم، يجيبوا لي هدايا منه. طب انا جاي لحضرتك بعد الهوا، عايزه من ساعه ما دقت الشاي اليمني عايزه شويه. مش عارف اشرب اي شاي تاني، بدور ليه عليه بقى؟ في كل حته. اشمعنى؟ لا جميل جميل، طعم مختلف يعني، فعلا ده شاي طبيعي ما فيهوش اي لعبه بقى. الطعم والشاي بتاعه المغربي طيب؟ برضو حلو بس مش زي اليمني. الشاي اليمني ده لا مثيل له يعني، انا بصراحه خلاص ما بقاش عارف اي طعم شاي تاني، حتى لما بسافر اوروبا ولا بتاع ما فيش الطعم بتاعي، يقول لك شاي الانجليزي والشاي مش عارف لا ايه. لا ما بحبوش لا ده خالص. اليمني ده خطير جدا، طب فكرة فهو يعني مشروب جميل له فوائد كتيره على صحه الانسان، زي ما قلت في المقدمه، وقايه من ازمات القلب، من السكته الدماغيه، بيحسن حاله الجهاز الهضمي، لكن يتحط في سياقه ويتشرب بكميات معقوله دون اسراف، عشان ما يعملش ضربات سريعه بعد شويه، يعمل ضربات عرق قلب. يعني. ممكن الناس اللي هي بتشرب كتير ممكن يجي لها شويه بعض الضربات الوزينيه، البطينه ما بيجيش اللي هي الخطيره، لكن بيعمل شويه خفقان في بعض الناس. ما في يبقاش ناس عارف ايه ليه حصل كده، اتاريه هو شرب مثلا 5 6 كوبايات شاي كبار. في ناس كوبايه ممكن الشاي دي برضه قد ايه المفروض كمان؟ اصل في ناس بتشرب كوبايه شاي. يعني لا هو في كوبايه عشان يقول لك انا شربت كوبايه واحده تكون قد كده. ما هو الكوبايات فعلا دي فاريبل، بس يعني هو الكوب الشاي المتوسط يعني مش هزيد مثلا عن 30 سنتي مثلا، عارف هي ما فيهاش خمسينة الشاي دي؟ الخمسينه دي، 50 سنتي الصغيره دي 5 سنتي بس، بيعملوها ايه؟ ما الخمسينه بتاعت اهلنا في الصعيد دي بقى حاجه جباره عظمة يعني، دي. ما تقدريش تشربيها اصلا، فهي بس بصراحه البقين بيبقوا كفايه، الواحد كفاية. ياخدهم يفضل اليرت، بيحسن الذاكره، بيقاوم الالزهايمر، فعلا بيحسن التركيز. طبعا بيحسن التركيز، مفيد للمخ والاعصاب، بس زي ما حضرتك قلتي ما يتاخدش بالليل، ما يتاخدش كميات كبيره عشان ما يعملش انسومنيا وارق، فيضيع التاثير المفيد بتاع الشاي. متى يكون الشاي ضارا جدا؟ لو انا عندي انيميا فظيعه بقى لازم اتجنبه، لو انا عندي خلل كهربي فظيع في ضربات القلب ليل نهار بقى، ذبذبه وزينيه، يبقى حاول بقدر الامكان اقلل منه. لو انا عندي امساك، نسيت اقول لك برضو ان هو بيجيب الانفراد في امساك. الشاي بيعمل امساك، فهو الاخضر اللي ما يعملش، بس الاسود اللي بيعمل اكتر، فلذلك الناس اللي طبيعه الجهاز الهضمي بتاعتها تميل الى الامساك يلجأوا للاخضر احسن، واذا كان من عشاق الشاي الاحمر او الاسود زي ما حضرتك قلت في المقدمه يبقى ما يكترش، لان ده هيزود له الامساك، عارف والامساك يعمل حضرتك في صداع. بعض الامهات لما بيجي لاولادها اسهال بيعملوا لهم شاي احمر وعليه ليمونه هو فعلا قابض بيمسك قابض البطن بيقول. ده صح، قابض للامعاء، وبيعمل هو بيقلل حركه الطرد، فهو ممكن لو الكميه زادت يعمل امساك. ده مهم جدا. التوأمة بقى ما بين النعناع والشاي، فكرة دي الشاي بالنعناع. دي توأمه مصريه، هو النعناع ممكن يقلل من الاعراض الجانبيه بتاعت الشاي على الجهاز الهضمي، لان هو ريلاكسنج للايه؟ يعني الشاي قابض للجهاز الهضمي، فالنعناع ممكن يعمل ريلاكسيشن، فممكن يكاونتر اكت او يضيع التاثير الضار بتاع الشاي على الجهاز الهضمي اللي هو الممسك. يعني لو عايز يشرب شاي اسود وما يجيلوش امساك يحط عليه النعناع. نعناع وريحان كمان على فكرة بعمل كده. ريحان هي عايزه يعني مزاج بقى في شاي التوليفه. بالياسمين كمان. شاي بالياسمين ده بقى، ده بقى اختراع ده مرجان ده بقى. ده شاي سيء السمعة. ما انا لما كتبت عن رمضان وبقول ان هو هيتصدق قالوا دكتور جمال شرب شاي بالياسمين، ما اعرفش والله طعمه ايه، ما بمناسبة جربتوش قبل محمد كده، رمضان ماليش فيه والله الشاي بالياسمين وما ولا جربتوش أنا وما بالظبط، حبيتوش بس لا في وما الجاسمين بحبوش. تي بحبه، انا الجاسمين تي بشرب ده شاي جميل. ساده، بشرب شاي ساده لما احب يعني ابر نفسي احط عليه لبن، لكن الشاي انت بتاعي ساده. كتبت فعلا، انا شفت حضرتك كتبت تعليقك على الصوره طبعا اللي ضايقتنا كلنا من محمد رمضان، هو فنان وليه جمهوره وليه شعبيته، ولكن احيانا ما بيخرج كده خارج السياق الانساني خالص. يعني انه هو يعني انت حسب شايف في كلامه ازمه معايا، دولارات في البلد وانت حسب شايف كلامه حال معايا، الناس. نعم. حسب كلامه معايا امبارح، هي رسائل مش للداخل يعني، حسب كلامه هو في شغله هو مركز، هي بتتفهم غلط في الداخل، هو ما يقصدش بيها الناس اللي هنا، بيخاطب ناس ثانيه بره، يعني محمد لكن رمضان كلمك امبارح بعد البوست؟
والتقينا قعدنا مع بعض ساعة وقعدنا إن إحنا شربتوا شاي؟ هنتعاون إن شاء الله. لا أنا شربت برتقال الحقيقة، ما شربتش شاي بالنعناع ولا بالياسمين، طيب شربت ايه الساعة برتقال دي عشان قلتوا فيها ايه؟ البرتقال لأنه مفيد للقلب، يعني برتقالة في اليوم تحمي القلب، فأنا عارف. طبيب قلبي بحب العصير البرتقال. لا الساعة دي قلتوا هو ساعة طبعا بقى قعد، مع محمد رمضان، اتفقتوا على ايه؟ هو قال إن طبعا هو شاف الطوفان الجارف من النقد، قال لي طب انا ليه سبت كل الناس دي ودخلت عملت كومنت عليك، لمس قلبي ان لقيت في حته تعبير الصدق موجود في الكلمات. والحاجه الثانيه ان اسلوب راقي ودرس، بيقول لي انت دي درس في السوشيال ميديا للناس ازاي تنقد نقد بناء، تحول البوصله من هدم الى بناء، يعني بدل ما انت تقعد تشتم فيا وتزعلني واقفل، لا انت واجهتني، طب هات الفلوس دي انا شكلها انت مش باصص لها، انت مش محتاجها، طب تعالى بقى في ناس محتاجاها. فهو قال لي الناس اللي ما تعرفوش عني ان انا بعمل الحاجات دي من زمان، وشوفوا القصر اللي يسالوا راجعوا كده، شوف انا اتبرعت بكام من زمان، شوف بلد امي انا عامل فيها ايه، شوف الحضانات، مش هقول قال انا ما بحبش اقول ويا ريت ما تقولش. فقلت له يعني ان شاء الله ما نقولش لما نعمل، لكن هو وعد ان هو هيتبنى حالات كتير. وامبارح طلبنا واحده بالاسم، كانت هي من اهالينا اللي في الصعيد ومحتاجه جهاز صدمات كهربي يمنع السكتة القلبية، تكلفته تعدي ال 200,000 جنيه. هو وعد ان هو طلبناها على التليفون وما كانش مصدقها، صحيناها من النوم نص الليل انت ومحمد رمضان. انا وهو، هي كانت معايا نمرتها وهي مستنية الجهاز، والجهاز لسه مش متوفر مفيش امكانيات، فهو وعدها ان مشاكلها هتتحل، فما كانتش مصدقة يعني كمية دعوات. فيا رب يكون هذا العمل يعني في ميزان حسناتنا وتكون بداية جديدة يا ريت لرمضان. الدور المجتمعي ده للناس اللي هو شخصية عامة، بصرف النظر هو فنان ولا لأ، انت شخصية عامة وانت المفروض تبقى قدوة حلوة، وانت المفروض يبقى عندك دور في المجتمع بتاعك، علشان بجد احنا الايام دي مش مستحملين الصور المستفزه، مش مستحملين ان محدش يطبطب علينا لما يلاقينا واقعين، بالعكس يطلع لنا صور مستفزه. ده الكلام اللي انا قلته، قلت له البلد دلوقتي احوج ما تكون ان المجتمع المدني ورجال الاعمال والناس الاغنياء والشخصيات العامه تحط ايدها في ايد البلد، لان فاتوره امراض القلب باهظه وفاتوره صح. الصحه باهظه. امريكا نفسها بجلاله قدرها جمعيه القلب الامريكيه بتشتكي من فداحه علاج امراض القلب، طب احنا نعمل ايه؟ فاحنا الاجهزه غاليه والدعامات الدوائيه غاليه والجهاز الصدمات والبيسميكرز ادوات غاليه واجهزه غاليه وتقنيات حديثه مكلفه، فلازم الناس تحط ايدها في ايد بعض. ده الذي سيبقى، اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، ده الباقي، وهو عنده نفس الفكر، ويمكن بدايه جديده لرمضان مع شعبان. حينما يلتقي شعبان ورمضان اكيد هيبقى فيه ان شاء الله نتائج مجتمعيه كويسه جدا الفتره ان الجايه، شاء يعني الله نقدر كده نتفائل الفتره الجايه نلاقي كده خطوات على الارض ان شاء الله. لخدمه هو اهالينا. لا بجد، وخدت نمره المحاسب وخلاص هنبدا المبالغ والحالات المحتاجه هنبدا نتواصل معاها، كويس جدا والحاله بتاعت المنيا دي هتبقى اول حاله ان شاء الله هنعملها. ان شاء الله. اشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور جمال شعبان، مدير معهد القلب سابقا.